الحمد لله رب العالمين. تروح لزميلنا محمد توفيق من ملعب مباراه ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. بجد الترحيب بيك كابتن ايمن، عكم انتهى مباراه الاهلي وفاركو وفوز كبير جدا النادي الاهلي 3-0 والعوده مجددا لقمه الدوري الممتاز، وطبعا كالعاده النادي الاهلي فاضل له كمان 3 مباريات ان شاء الله النادي الاهلي يتوج باللقب 43 وكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان تفرح بعد انتهاء المباراه. معنا كابتن سامي قمصان المدرب العام للفريق. كابتن سامي الف مبروك الفوز النهارده، اعتقد فوز مهم جدا خاصه في التوقيت، وطبعا يعني الفريق يمكن اجهاد بعد الشوط الثاني، يعني كلمنا عن المباراه بشكل عام والاجهاد خاصة في ظل ضغط المباراة، كمان عندنا مباراة سموحة بعد يومين بالظبط. الأول طبعا تحياتي كابتن أيمن وضيوفه، زي ما أنت قلت ثلاث نقاط مهمين جدا بالنسبة لنا، خصوصا بعد مباراة كبيرة وبطولة كبيرة بطولة كأس مصر. كنا متخوفين جدا طبعا من ماتش النهاردة، زي ما أنت قلت كان في عندنا غيابات كتيرة وعندنا إصابات وعندنا ناس بقالها فترة كتيرة ما بتلعبش، حتى في بداية الماتش برضه حصل لنا إصابة لكريستو، اضطرينا إن احنا ندخل طاهر بقاله فترة كبيرة وعمل جهد كبير، لعب حوالي برضه اجمالي حاجه 70 دقيقه برضو عمل جهد كبير فيها يعني، والراجل فضل عشان برضو بقى فتره كبيره راجع من اصابه. فاعتقد الحمد لله رغم كل دوت اعتقد ادينا شوط اول كويس جدا مميز جدا على مستوى الفرص والاهداف. كل الشوط الثاني ما كناش افضل حاجه، لكن اللي انت تقدر تقف برضو كويس دافع كويس وتقدر في الهجمه المرتده تسجل هدف ثالث، اعتقد ان الحمد لله دي حاجه ايجابيه وخطوه زي ما انت قلت البطوله اللي بالنسبه لنا مهمه جدا. فبشكر اللعيبه طبعا على الجهد دوت وان شاء الله نفكر في اللي جاي باذن الله. كابتن سامي اللي جاي هتتعاملوا معاه ازاي، خاصه يعني زي ما بنتكلم النهارده الجمعه سبت حد الاثنين عندك ماتش مع سموحه في اسكندريه، هتتعاملوا ازاي مع ضغط المردات والاجهاد؟ هو ده اللي دايما التحدي اللي الراجل بيتكلم فيه دايما، يعني يمكن النهارده بنقدر تدخل النهارده لعيبه بقى لها فتره ما كانتش موجوده، النهارده متولي بيرجع تاني الحمد لله، شريف كان ما كانش بيبدا النهارده وبيسجل برده هدف كويس، ديانج بقى لفتره ما بيلعبش النهارده برده بيشارك الحمد لله ويؤدي مباراه مميزه يعني. فتقدر من خلال اللعيبه المتاحه بتعمل روتيشن، اللعيبه اعتقد الحمد لله النهارده اللي كانت بعيده ادت اداء مميز. عندنا بكره بقى تمرين وبعد بكره مسافرين زي ما انت قلت المباراه سموحه، مباراه مهمه بالنسبه لنا وتاكيد بقى للصداره واللي انت تقدر تفرق عن اقرب منافسيك يعني. فاعتقد ان شاء الله الاستعداد يبقى بالنسبه لنا مهم ونقدر نستعد كويس لمباراه سموحه، مباراه مهمه بالنسبه لنا وكبيره وثلاث نقاط هتقربنا نحو الدوري ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يكتب لنا التوفيق فيها باذن الله. هتتعاملوا ازاي مع المباراه كابتن، خاصه زي ما قلنا طالعين من بطوله الكاس امام بيراميدز النهارده امام فاركو يومين وماتش سموحه وبعد كده عندنا كمان مباراه مهمه جدا في دور الثمانيه مع الرجاء، سياسه الروتيشن او هتتعاملوا ازاي مع هذه المباراه؟ ما هو بالنسبه لنا المباراه اللي جايه هي اهم مباراه بالنسبه لنا يعني، زي ما قلت لك مباراه مهمه تقربنا نحو الدوري وتبعدنا عن المنافسين. ركز ان دي بالنسبه لنا مباراه طبعا ثلاث نقاط مهمين جدا، هنشتغل على المتاح، هنشوف اللعيبه اللي ان شاء الله بكره بقى ممكن حد يرجع لنا او لا، هنكمل باللعيبه الموجوده، واعتقد ان هم النهارده قدوا مباراه مميزه خصوصا الشوط الاولاني، ان شاء الله نكمل على كده باذن الله. اخيرا جمهور النادي الاهلي تقول له ايه النهارده مع العدد قليل شويه الضل يعني الساعه المحدده للجمهور او المتاحه للجمهور، ولكن مع ذلك من قبل الماتش ما يبدا لغايه اخر دقيقه وهو برده في ظهركم بشجعهم؟ بشكرهم طبعا، وطبعا بهديهم الفوز وبهديهم البطوله اللي فاتت، ودايما بنقول ان وجودهم معانا بيدينا قوه ويدينا ثقه ويدينا مسؤوليه كبيره يعني. اتمنى ان شاء الله نقدر نساعدهم ان شاء الله بطوله الدوري رجعها لهم، وبطوله الكاس الحمد لله قدرنا نحقق بطوله السوبر برضو. فاعتقد ان شاء الله الشهر ده وبدايه الشهر الجاي هيبقى في بطولتين يعني نقدر نلعب عليهم ونهدونهم وان شاء الله نقدر نساعدهم باذن الله. سامو دايما موافقين باذن الله. كابتن ايمن دقق لقاءنا مع كابتن سامو قمصان المدرب العام للفريق، مباراه كبيره فوز مهم جدا 3 نقاط نحافظ بها على صداره الدوري وان شاء الله القادم افضل، وباذن الله النادي الاهلي دايما في المقدمه. كمان الكابتن ايمن اتفضل. شكرا جزيلا زميل العزيز محمد توفيق. هو